أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ: أريد أن أستفسر من الشيخ صالح عن إمام المسجد ومن به حدث دائم، هل يقدم في الصلاة وغيرها؟ لا يقدم من به حدث دائم إلا بمثله، لأن حدثهم دائم. أما أن يكون إماما للأصحة فلا يجوز، لأنه فاقد لشرط من شروط الصلاة عذر فيه لعجزه عن القيام به، ولكن لا يكون إماما للأصحة. نعم.